الفترة الأخيرة قلت المساعدات، لا في أكل ولا في شرب ولا في إشي، وين ما نروح وين ما نجي ما في شيء إلا كان المخزون، اللي عنده إشي بيكون مخزون بطبخه، من فاصوليا من بازيلا من عدس من بقوليات. إحنا بدنا حاجات مفيدة فيها فايدة، بدنا خضروات، بدنا أشياء يعني تكون اللي تقوت أولادنا. يعني إحنا تعبنا من البقوليات ومن الحاجات هذه كلها اللي فيها مواد حافظة، كلها هذه كتلتنا. إيش ده طعميم عن جد؟ لما يحكي لي ابني يما جوعان بطلع فيه بعيط، يعني ايش بدي اعمل لك انا؟ ايش بدي يعني امن لك انك تاكل؟ خذ يما خبزي حاف كلها تسد جوعك. Thank you for watching CNBC TV 18. For all our top stories and news updates, follow us on our social media platforms.